السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ريفيو جديد على طوموبيل جديده. ورشعة ديال اليوم غادي تكون على سكودا فابيا 2020 لا 3ييم جينيراسيون. تري بيان فواتور تبارك الله، دوبل في كما كتشوفوا على خارجه من لا ميزون. كما العاده غنشوفوا الديزاين اكستيريور ولا تيريور، غادي نعطيكم بعض المعلومات عليها. ديجا خوت صورت لكم سكودا جوج ديال لي فينيسيون امبيسيون اولورين اند كليمون سكودا سكالا الاخرى اللي بتفرج فيهم. يدخل يتفرج فيهم اللي ما ابوناش في لاشين يتابونا، دعوا على بركه الله كما العاده. ليتس جو. دونك اخوش نبداو براجعه ديالنا ديال اليوم، راه غادي تكون على سكودا فابيا 2020 كما قلت لكم لا 3ييم جينيراسيون. كما العاده غنبداو بهاد لا فاسافو اللي كتبان لكم ديناميك ديال الطوموبيله. هاد لي فو فحال الشكل ديال سكالا يكون ديجا صورت لكم، كاين هنا الفار الكود ولي فو تشو راه كيشعلوا ليد تحت. هنايا السينيالات كتجي هاد لا كالوندر بالكحل ودايره بالكروم اللي هي الهويه ديال الطوموبيله ديال سكودا، وفيها لي سونتخي دي غير كيبردو الموطور، واللوغو هنايا ديال سكودا، وهاد لي لين اللي غادي مع الكابو اللي كيعطيوها ان لوك ديناميك. بالنسبه للموطور اللي فيها اسونس 3 سيلندر 1 لتر كديفلوبي 75 شيفو 95 نيوتن متر في الكوبل. هادي مقدمه ديال السياره كما كتبان لكم. لي جونت فيها 15 بوس الومنيوم، هذا هو الشكل ديالهم حتى هو زوين. دو بروفيل ها انتوما كيفاش كتشوفوها، الطول ديالها تقريبا 4 متر والوزن ديالها طون و55 كيلوغرام. لي جونت اللور حتى هما 15 بوص، واللور لي في اغيغر الشكل ديالهم فحال ديال اوكتافيا ودايرين بالكحل من هنايا. الديزاين ديالهم حتى هو زوين. كاين الحساسات اللور غادا غوكول وكاميرا غادا غوكول كتجي هنا. لونشي بغوياغ اللور ورابيل ديال فابيا بالكروب والانسكريبسيون سكودا حتى هي بالكروب. دونك الخوت هذا هو الديزاين اكستيريور، قول لي كما العاده الراي ديالكم في لي كومونتير، غنعاود نضرب لكم دوره عليها. هانتوما كما كتشوفوا. ودابا غادي تعرفوا على الداخل ديالها لانتيريور كما العاده. هذا هو السيروت ديالها كما كتشوفوا، ملي كتسط الطوموبيله ملي كتحل الكوفر ملي كتحل الطوموبيل. وغادي نبداو كونتر بور لي فيتر بربع الكتريك، فينيسيو هنايا بالكروم لي غيدخلو حتى هما الكتريك وشوفون كيسخنو. مساحة ديال التخزين في الجنب. لي سياج هدا هو الشكل ديالهم، تيسي كحل فيهم لي سيغ بيكور بالبيض. لاليماج لي فو راه اوتوماتيك. الفولون فيها ميتي فونكسيون بالكوير، فيه لي سيغ بيكور بالكحل. هاد اللبسة هنا بلاك بيانو. ندير لكم السيروت باش يطلع لكم الطابلو دبور اللي هو هدا اليغوي، والورديناتور دو بور الوسط اللي فيه المعلومات على الطوموبيل. هنا ملي كدوزو بلاي ليست كوموند فوكال كتزيد الصوت وكتنقص، وهنا فاش كتحكم في هاد ليكرون الصغيره اللي كاينه هنا كما كتشوفوا. كتجي ايكرو تاكشيل هنا، هي اللي فيها السيستيم ملتي ميديا، راديو ميديا فون سيتاب ابليكاسيون كار كومباتيبل مع ابل كار بلاي واندرويد اوتو. هنايا كتسخن الشاشات ملي كتسط الطوموبيله، تريونغل ها فين جا، وكليماتيزاسيون كتجي فيها مانيوال، فيها بزاف ديال لي فينيسيون انا غادي نقولهم لكم كاملين. هنايا اونتري اي اس بي و 12 فولت لاليم سيكاغيت، واحد المساحه اخرى ديال التخزين هنا، وجوج ديال لي بورت كوبلي. بواطا فيتاس كتجي فيها مانيوال، خمسه ديال لي غابور، فرينا مان حتى هو مانيوال، واحد الاكودواغ اللي فيها مساحه ديال التخزين صغيره كما كتشوفوا. لي سياج هذا هو الشكل ديالهم، مريحين تيسي كحل، بواطاغون في الجنب. سكودا الخوت راه تابع لجروب فولكسفاغن. اللمسه الالمانيه كاينه فيها هنا بلاصه النظاظر والضواو والشمسيات اللي فيهم مرايا. دونك الخوت هذا هو الديزاين انتيريور حتى هو زوين تبارك الله. دابا غادي نرجع لكم لي سياج اللور كما العاده باش نشوفو واش كاينه المساحه. الكاتيغوري ديالها راه سيتادين، هانتوما بتيسي كحل سيغ بيكوغ بيض لي زابوي تيت، كاين ايزوفيكس كراسي ديال الدراري الصغار. الطوموبيل راه واخا صغيره هانتوما راسها بعيد على الطوا
هاد شويه ورش ليا حتى همايا هاد المساحه هنايا في الكرسي وليفيت خلاور حتى هما راه الكتريك ونفس الفينيسيون اللي القدام بالكروم. وهادي بلاصه الكونديكتور كيفاش كتبان لكم، وغادي نرجع لكم الكوفا كما العاده باش نقول لكم الفوليوم ديالو 330 لتر. ملي كتهبطوا هادوك لي سياج اللور راه كتزاد لكم مساحه. دونك اخوت هذه هي سكودا فابيا 2020، وهادو هما لي فيت جوغ كما كيبانوا لكم. ديزاين ديالهم زوين، نشعل لكم حتى الضوء. هانتوما الخوت كيفاش كتبان. بسم الله. ودابا لي زامي اخر فقره اللي هي تيست درايف، غنضرب واحد الدوره بالطوموبيله صغيره وغندويو على الاثمنه ولي فينيسيون اللي كيجيو فيها. بسم الله. بالنسبه لخوت لي فينيسيون اللي كيجيو في هاد سكودا فابيا، كاينه اكتيف امبيسيون او ستايل، اثمنه من 13 مليون حتى 16 تقريبا وشي حاجه. لي بري كما كنقول لكم راه مكيبقاوش ستابل، كيتبدلوا على حساب العام. 0-100 كديرها في 14 ديال لي سكوند. توب سبيد ديالها كيوصل 172 كيلومتر في الساعه. الضريبه ديالها 350 درهم. كونسوماسيون 6.2 لتر في 100 كيلومتر. وبالنسبه للمنافسات الخوت، ديجا صورت لكم سيات ايبيزا، وكاينه حتى فولكس فاغن بولو. كما قلت لكم كاتيجوري ديالها راه سيتادين، نقدروا نزيدوا معاهم حتى 208 و سيتروان سيتروا و اوبل كورسا هيونداي ايفا. كاع الطوموبيلات الخوت راه صورتهم لكم ديجا، اللي ما تفرجش فيهم يدخل يتفرج فيهم. وخليو لي الاراء ديالكم تحت في لي كومونتير، وغادي ندير لكم واحد لاكسيليغاسيون صغيره ديالها كما العاده. والفينيسيون راه زوينه ديال الطوموبيله كما كتشوفوا، خصو ما يزيدوا في البويسونس ديال الموتور بحال الشكل ديال سكالا. ديزاين اكستيريور والانتيريور زوينين، ولكن الموتور خصو شويه بويسونس. حنا في كازا بلانكا خوت راموي، كنبغي ديما ندير لكم شي تيست درايف، ولكن راه لومبوتياج كتكون طريق عامره. سكودا خوت هي الشركه الاصل ديالها من لا ريبوبليك تشيك، كرياسيون ديالها كانت سنه 1895 من طرف ايميل سكودا، وتابعة لجروب فولكس فاغن كما قلت لكم. سكودا اللي ولات عندها واحد الشعبية كبيرة في المغرب في كاع لي موديل ديالها، كاميك، كودياك، سكالا، هاد فابيا، اوكتافيا، سوبرب اللي انا كنشوفوهم بزاف. الانتيريور ديالها راه مريح جدا، طوموبيلة ديال المدينة ديال كل نهار. هذا هو الانتيريور، اللي ما شافش المراجعات اللي فاتوا يدخل يتفرج فيهم، راه كاين كثر من 70 طوموبيل اللي مصور لكم الخوت. مازال جاي جديد كما ديما. وهانتوما الخوت واحد لاكسيليغاسيون صغيره ديالها هنايا. دونك اخوت هادي هي المراجعه ديال اليوم، كنتمنى كيف العاده انها تكون عجباتكم. لا عجباتكم ديروا جيم وكومونتير، ما تنساوش انكم تتبعوني في انستغرام، كنلوح تماك تصاور ستوريات. ومرحبا باي واحد بغى يدوز معايا، كنقولها لكم ديما، اللي عنده شي طوموبيله بغى يدوز معايا يتواصل معايا ويجي عندي. الله تهلاو في راسكم اخوت حتى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.